طب لما اقول لك ثرومبوس شو معناها؟ داخل هي نفسها داخل الوعاء داخل الوعاء الثاني داخل الوعاء الدم نفس التركيبه زي داخل الوعاء شو سبب طيب كان ثرومبوس طيب طيب طلعت لنا ايش مصطلح جديد اسمه امبولس شو هذا الامبولس أنا ماذا أقول لكم شو المادة شو معناها شايفين هاي الثرومبوس إجا ضغط عالي صار جزء من عندها تفجر هسا هذا الجزء يتكسر ما له الحرية ينتقل في الدم لما هذا الجزء يتكسر اللي ما كان منشأ يعني هو منشأ من مكان ثاني راح سد شريان في مكان ثاني شو نسمي هاي الحالة؟ إمبو؟ أنا حتى دائما أذكر الطلاب أسميهم إيش؟ أسميهم خثر الطياري يعني طائرة فيه مش خثر يطلع يقول الدكتور خثر الطياري يقول الدكتور ما قال لي إياها أقول لك يا للتبسيط يعني إيش طائرة رايحة من مكان لي مكان ثاني ما في شيء طائرة يعني من وين في الدم واضح؟ مو تروح تقول له تهبطوا فيه أو تروح مرات بس افهم الفكرة واضح؟ هذه هذا شرحنا المحاضرات الثانيه هذه هذا درس نستمر هذه نشرح ان شاء الله بعدين لما نتقدم البطوله نفهم كيف تصير طبعا الكروت واضحه لما يجي نفك شغل من الخارج الثرومبوس لما يصير عندك مشكله في تكسر الدم وتصلب شرايين وغيرها واضح بشكل بسيط لما يصير عندك تدمر جزئي للطبقه المغطيه للشرايين راح تتجمع الصديقات وتتجمع وتسوي لها بس طبعا هذا شيء مبسط لما ان شاء الله تمام ما فهمنا وايش يصير الامبوليزم جزء طايف الدم مسدد شريان بس هذا واضح؟ تمام هسه هذا كله كان شرح جديد طيب هسه انا شرحت الامبوليزم طبعا هذا وين تدرسوا هذا الدرس؟ في الباثولوجي واضح؟ باثولوجي وباثولوجي هذا الموضوع ليش مهم؟ يعني كل سنة أو كل عدة سنوات إلا تلقى ثلاث أو أربع سنوات تقدر تجي لهم. تلاحظون الفكرة؟ موضوع مهم بالباثولوجي لازم تكون هذا. طيب لما أقول لك إن بو لا أو إن بوليزم اللي قلنا خثرة إيش؟ طائرة ماشي في الدم ومش موقعها ثابت، موقعها ثابت ثرومبوس. طب طائرة في الدم كم نوع عندك من الامبوليزم؟ هذا الفضاء او هذا الشيء الطائر، كم نوع عندك منه؟ انا راح اسهل عليكم، طبعا التصنيف حسب المواد اللي ايش؟ اللي تطير في الدم. اول وحده سهله ثرومبو ان بوليزم. ايش ثرومبو بوليزم دكتور؟ بس اللي قبل شوي شرحتها انه في خثره تكسرت تطلع جزء منها. هذه نسميها ايش؟ هي منشأها من ثرومبو وبعدين ايش طارت شو صار اسمها امبو طيب اعطوني بعد الفكره الثانيه مواد ثانيه حلو فات ايش دكتور هذه فات امبوليزم شو معنى فات امبوليزم دهون سكرت بس لا بالكم هذه دهون دائبه في الدم احنا لا كنا عندنا دهون دائبه في الدم هل عندنا فات امبوليزم هذا الدهون منين جاية؟ هي عبارة عن كتلة دهنية طبعا واحد ممكن خياله بس يقول شخص دحن الشريان وجبت انا دهن من المطبخ وخليته في الشريان وصار عنده فات امبوليزم تفسيرها 100% صح لكن يعني مش معقول واضح ممكن يكون تفسيرها بس مش معقول واضح تمام كيف تصير؟ وين انت عندك دهون غير دائبة في الماء صلبة موجودة في الجسم؟ اللي موجودة هذه الدهون عندك هذه عندك في الشريان صلبة ما راح تعبر طولي مكان ثاني. لا مش في الايش؟ في العظام. احد يعقل الدكتور عظام؟ يقول لك العظم نعرف احنا داخل ايش داخل العظم شو موجود بالخاع؟ العظم العظم مش كتله كامله مجوف من الداخل. في عندك جزء نسميه خاع العظم الاحمر اللي ينتشر في مكونات الدم، كريات دم حمراء وبيضاء وغيرها واضح؟ في جزئين صغيرين موجودين على الطرف. شو هذه؟ نسميه نخاع العظم الاصفر. كل ما تكبر بالعمر نخاع العظم ينكمش ويموت ويتحول الى نسيج دهني. واضح؟
طب لو شخص تكسر عند العظام الطوية خاصة في حالة ايش؟ الرطوبة تروما قوية تكسر عند العظام الطوية، هذا عظم، هذا عظم، وهنا عندك شريان كبير في مول الارض لما يتكسر هذا العظم شو يصير بالدهون الموجودة؟ من الجهة الأخرى تخرج إلى الخارج وتمزق ويخرج شريان معاها مضروب ضربة قوية شو بيصير؟ هذه الدهون راح تدخل وراح تسوي لك ايش؟ انبوب شو اسم النوعية من فات؟ طب ليش نسميها ثرومبوس؟ هذه مش خثرة مو صبيحات دموية لا هذه ايش دموية طيب هذه كيف نجي أسئلتها؟ يقول لك الشخص ويا ايش عدة كسور مالتيبل فراكتشرز أو تعرض لي تراوما شديدة يعني رضة قوية ضرب بسيارة وقعت على صخرة كذا يعني واضح؟ فممكن صار عنده فات طيب الثرومبوليزم هذا منين تجي؟ من وين؟ قلنا هي خثرة موجودة طب وين؟ قريت الباراميتر؟ لا 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 فاهم بس وين وين الجسم الصغير؟ أنت قبل شوية جاوبتني يعني أكثر بالرجلين صح؟ في عندنا أوردة في القدم هذه الأوردة مرات يصير فيها قصور فالدم يبدأ يركض فيها وأي دم راكض ايش راح يتحول؟ خثرة فمرات أنت تتحرك شو بيصير بالدم الراكض يتكسر جزء منه ويصعد في الدم واضح؟ يروح للقلب والقلب يضخ إلى ايش؟ الرئة يسبب لك انسداد في الشرايين ولا يسميه بلمنري امبولزم ويموت من الدم فهذه تصير ايش؟ وهي خثرة موجودة في الأوردة واضح؟ طيب هسا عرفنا هذول الثرومبوليفات بعد شو عندنا؟ غاز يا شو يعني هواء اير امبوليزم اير امبوليزم طب واحد هسه كمان راح يجي يقول يا دكتور هل ممكن انه انا ادخل مثلا الشفاط اسمه ليش تسموه هذا المصور قشه ليش تسموه؟ هي هذه اللي قال عليه وانفق في شريان او في وريد احدهم واسببه اير امبوليزم طبعا اكيد يعني الفكره انه هواء بس انت ليش تروح على فكره بعيده جدا وروح على فكره قريبه؟ عافية طبعا معلومه بسيطه هاي كانوا في بعض المرات بعض المجرمين المحترفين يقتلون بعض الاشخاص مو عشان يطبقوها يقتلون بعض الاشخاص بحقهم بإبر ايش؟ هواء ممكن في القلب مباشره الهواء ما له قدره على الذوبان في ايش في الماء بشكل كبير فايش راح تسوي راح تصير كتله هوائيه موجوده في مجريان الجريان الدم راح تسد بموت المريض واضح طب بالحقيقه وين تصير عندنا خارج هذه الامور في ايش سيرجريز في ايش في الجراحه مرات في الجراحه لما الشريان ينفتح او مرات لما نخلي نسميها اي في فلويد او ايش السوائل داخل الوريد ممكن بالخطا واحد ايش لازم تلازم تفرغ الهواء دخل هواء معاها صارت هذه واضح؟ فهذه اكثر تجي من ايش؟ من التطبيقات الطبيه حق غير شخص غير محترف يعني انه يسوي الاشي خطا او بالجراحه واضح الفكره؟ تمام؟ طيب وفي حاله ثانيه راح شوي طيب بعد شو عندنا؟ ها؟ بروتين لاين شو؟ طيب انا ما حد تقول تقولوا لي شنو تشيو امبولي شو معنى تشيو؟ نسيج طيب ايش يعني تشيو امبولي؟ يعني في عندك كتله جايه من نسيج استقبلت لك انسداد هذه وين تصير؟ شو يا نسيج بالجسم ياكل خلال اجزاء الجسم ويروح مكانات المفروض ما يروح فيها نسيج ياكل خلال مكان في الجسم ويروح لمكان المفروض ما يروح ما هو هذا الشيء الذي ينتشر شيء ينتشر خارج ما عندهم السرطان كانسر لما يصير عندك سرطان مرات هذا السرطان ياكل خلال الاوعيه الدمويه وجزء من الانسجه تبعك تخرج تصير داخل الوعاء هذا نسميه ايش سرطان ليجنز واضح؟ ففي حالة السرطان يصير عندك تشيو وضحت الفكرة هذه؟ طيب
خلي تلقى مكان صنعة تتذكروها. طيب شو بعد عندنا يا أبو؟ هاي الأخيرة أنا أكتبها اسمها أمنياتيك فلويد. شو يعني أمنياتيك فلويد؟ السائل الأميني هذا وين سيتحول الجنين عند المرأة الحامل؟ مرات أثناء الولادة جزء من هذا السائل يرجع في الشرايين ويسبب لك تسقم وجهه، تمام؟ وفي نوع الأخير اسمها سيبتيك إمبوليزم. شو يعني سيبتيك؟ سيبتيك يعني متعفن. شو يعني متعفن؟ كيف تعفنت؟ إنه فيها إيش؟ بكتيريا، تمام؟ فيها بكتيريا. هذه متى تصير؟ سامعين صمامات القلب؟ لما صمام القلب ينتهي، نسميها حالة اسمها إندوكاردايتس. لما صمام القلب ينتهي بكتيريا أكثر وقت تسببها، هذه البكتيريا راح تجي على صمام القلب. هذه جنب صمام القلب راح تجي على صمام القلب وتسبب لك التهاب وتبدا تنمو على الصمام. تشوفون البكتيريا سوت ايش؟ مجاميع بكتيريه نمت على الصمام فصارت كتله. الان هو صمام اصلا منتهي. طبعا صمامات القلب تحت ضغط عالي من القلب. شو مرات يصير؟ ينكسر جزء منه ويروح في الدم. شو نسمي هذه؟ سيبتيك امبوليزم، يعني متعفن. لو خيروك يا ابو اخضر وحده من هذول لا سيبتيك امبوليزم. ليش؟ هذه اثنين مرات سدد شريان وعمل ايش؟ التهاب انفكشن نفسي. وهذه لو راحت في الدماغ كلش خطر. واخذت الفكره؟ فكان مرض مثل الاندوكاردايتس التهاب شغاف القلب يعتبر من امراض مثل السرطان. الى ان شفنا الانتي بايوتكس وغيرها المضادات الحيويه واضح، تمام؟ واضح؟ طيب مستعدين؟ هسه تنتبهوا هذه كلها؟ انا شرحت على الفات امبوليزم فرومبو امبوليزم جاز امبوليزم تشو امبوليزم امبوليزم كل شيء. طيب عندي سؤال بسيط، اللي جاوب عليه راح يصير عنده 10% تخفيض من قيمة الدواء. تمام. هسه هذه كلها شرحتها صح؟ فهمت فهمت امكانياتي مبدا سويت عليها. اعطوني سبب ثاني غير شرحته للاير او الجاز والبوليزم. بس سبب واقع ويصير مش تقول لي شفاط او لا سبب واقع ويصير. لا والله شيء قبلت وما ينطبق. غير العمليات هذه شيء ثاني يسبب لك جاز. اللي جاوب عليها هي استحقت. كل حقنة حقنة ظريفة. في الدم انا بقول لك هو في الدم سموكينج سموك كل شيء سمع عنده زي كله كله عشرة أكسد الإشارة شو؟ أكسد الإشارة جاز الموليزم أكسد الإشارة بالمعدة شو؟ إيش هي؟ أكسد المعدة أنت فكر شو الدم مش مو في الجسم يعني عادي في الهواء في المعدة عادي في الأمعاء عادي ها؟ يلا هو يطلع الغاز عن الكبله نفسه؟ بس يطلع هذا معنى فيه مجال يعني الغاز ما معروف يعني شو؟ حقنه؟ لا ما انا قلت الحقنه مش واحده غير الغاز. شكرا لما شخص يبغى يحطها. يبغى تعتبر من الفضل يعني ما اخرج عن الموضوع. سبب ثاني الجاز يبوزن غير الحقن وغير الجراحات وغير الشفاف البخاري. وترى سؤال جاي احنا السنوات واللي يحبون يواسون الرأي ويعني ها فرحانين على الامتحان المعادله الامريكيه يلقوا يلقوا. وما يجيب لك اياها بسهوله انه واحد. شو ها؟ طيب هم خياراتهم يا اسمع. يلا السؤال سهل هو قلت لك سبب اخير في هذا العطس شو؟ لما يعطس لما يعطس لما يعطس لما هذه كلها جراحة شو؟ شو؟
لو سمحت مو الغرض شغله بالمية بس مش الغرض لو سمحت يمكن ما تجين شو؟ تمام 100% خلص انت راح تصرف عليها ليش؟ تسع جواب النيتروجين هو اللي تركز كيف؟ في احد ها؟ شو معي اوكي بس عيد اهل صوت والله اللونجز لا انت قلت النيتروجين صح؟ طب ايش اخذت النيتروجين؟ تجربتها صح بس ايش اخذت النيتروجين؟ خلها فوق انت جاوبت تمام هو النيتروجين راح يسوي هذا بس شلون هسه؟ الدايفنج الغطس لما يكتم النفس لما شخص يغطس النيتروجين ما يذوب في الدم الا بضغط عالي فلما شخص يغطس يتعرض لضغط عالي يذوب عند النيتروجين في الدم النيتروجين غاز لما يخرج من السطح بشكل سريع النيتروجين كان ذا شو يتحول؟ قاع هوائي وسبب له دايت انبوت وهذا سبب انبوت دايت غلط فهو صح ضغط عالي طيب هذا بالنسبه